وهذا كان بالنسبة للجزئية اللي حصلت خارج القصر. أنا ملاحظ استياء جدا كبير تجاه حلقة اليوم في السوشيال ميديا، ولا أدري وش سبب الاستياء. يعني إحنا فجأة كذا صرنا مجانين ولا إيش يا جماعة؟ هذا عالم جورج آر آر مارتن. خلاص ما في إيه، أوكي أنا معاكم، المشاهد الإباحية ما لها لازمة وكثروها، بس هو كذا جورج آر آر مارتن، هذا عالم غير كذا. يا ويلكم لو تجحدون الحين. أنا ما قلت لكم من الحلقة الأولى نظرات ديمون للأميرة رينيرا ما هي مزبوطة؟ بعضكم قال لا يا أخي بنت أخوه، يا أخي إيش اللي نظراته يا أخي، يحترم ما يحبها بنت أخوه يا أخي، أكيد شافها من يوم هي كتكوتة. لا، قلت لكم نظراته وطريقة تعامله معها ما هي مزبوطة. كنت حاس وبالفعل طلعت ما هي مزبوطة. واضح إنه الواد البوبي وقاعه. ويا هلا ويا مرحبا ويا أهلا وسهلا عزيزي الوجيه وعزيزتي الوجيهة، كيف حالكم؟ إن شاء الله طيبين. أنا متأكد إنه حلقة اليوم تركتكم يعني إيش كذا في حالة غير 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 مستقرة كذا، منتم مرتاحين تتابعوا الحلقة وأنتم كذا. عموما يا جماعة الخير، الحلقة الرابعة من مسلسل آلة التنين أو هاوس أوف ذا دراجون وصلت، وللأسف يب وللأسف ما كانت مثل ما وصفها النقاد والجمهور اللي كان عندهم يعني أفضلية وشافوها قبل معظم البشر. وصفوها أنها حلقة ملحمية وإنها حلقة سوف تعيد لنا أجواء Game of Thrones. تقصدك يعني المشاهد الإباحية بترجعنا لGame of Thrones ولا إيش؟ للأمانة ما راح أقول عنها حلقة ممتازة، حلقة عادية وأكثر من عادية، نقدر نقول عنها حلقة جيدة إلى جيدة جدا، بس أبدا ما هي مثل ما وصفوها الناس اللي كان عندهم فرصة يتابعوها قبلنا. علشان كذا يا جماعة لا تصدقوا التسويق، لا يضحكوا عليكم بالتسويق، أوه حلقة تحمسوا، لا تتحمسوا، عاد تتحمس، انتظروا بنفسكم وشوفوا الحلقة بنفسكم واحكموا بنفسكم زوبت. وللأمانة صراحة زي ما قلت لكم الحلقة كانت غير مريحة، غير مريحة جدا، غير مريحة. نرجع ونكرر ايش This is George Martin World. على كل حال يا جماعة، حلقة اليوم مهدت لنا الطريق لنتوقع ما هو قادم، وكشفت لنا أشياء وأسرار وفضائح كثيرة، من ضمنها فضيحة أوتو هايتاور المسكين اللي انكشفت جميع أوراقه وأسراره اليوم شكرا لديمون. وفي نفس الوقت احداث اليوم يعني خلتنا او بتخلينا نحاول نتوقع ما هو قادم، راح نشارككم مع بعض في هذا الفيديو. على السريع يا جماعه اشتركوا في القناه لو ما كنتم مشتركين، فعلوا جرس التنبيهات على طريقكم، ولو اعجبكم الفيديو وحابين تدعموا القناه ترى زر اللايك اكبر دعم ممكن تسوونه علشان تدعموا القناه وانتشارها. وبالمره تعالوا تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي كلها موجوده في صندوق الوصف والديسكورد وتويتش وباقي التفاصيل. غير كذا يلا نبدأ. رينيرا الأميرة رينيرا يا جماعة، زي ما شفنا في الحلقات الماضية أبوها زهق وهو كل شوية يزحلق لها عريس، خدي ده، طيب قربي ده، طيب شوفي ده، ده ولد ناس، ده ابني مدري مين، فقال لها خلاص يا بنت الحلال، الكلام ده صار طبعا في الحلقة الماضية، خلاص اختاري زوجك بنفسك، لا تشغلي أمي، المهم لازم تتزوجي بطريقة أو بأخرى. وشفناها في بداية الحلقة والعرسان يتقدموا لها، اللي شايب واللي شاب، اللي طفل واللي شباب. وصفتهم رينيرا بأنهم يعني مش جايين علشان سواد عيونها بقدر ما أنهم طمعانين بالدم الملكي والمكان الإجتماعي لا اكثر، which is كلامها صحيح يا جماعه، بس هي كذا الحياه في عالم جورج ار ار مارتن سياسه، فلان يتزوج من فلانه لاجل غرض ما، فلانه تتزوج من فلان علشان توطد علاقات العائلات مع بعض، حرفيا يعني يكاد الحب لا يجد مكانا في هذا العالم، عالم جورج ار مارتن يا جماعه قاسي، قاسي جدا، احس انه الحب كذا ما في ما في ما في ما في، كيف تحط الحب في هذا العالم القاسي؟ ما يجي. عموما رجع الذيبان ديمون الى قصر الملك بعد معركته الشرسه في الاعتاب مع الكراب فيدر، وللأمانة لحظة وصوله ودخوله إلى القصر هو لابس التاج التعيس هذا كانت لحظة مليانة توتر اللعنة، ولكنها في نفس الوقت يا جماعة ورتنا قد إيش ديمون إنسان داهية وخطير. إحنا عارفين إنه داهية، إحنا عارفين إنه خطير، بس كل ما لا نتأكد ونتأكد أكثر إنه مرة شيطان وداهية الولد هذا. الملك يقول له إيه إيش التاج هذا ها؟ شاقلك صرت ملك من ورايا. قال له يب بعد ما فزت في معركتي ضد الكراب فيدر عينوني وسموني ملك البحر الضيق، أتوقع قال كذا ملك البحر الضيق. بس اسمع يا اخوي، انا اعرف انه في العالم هذا ما في الا ملك واحد، انت يا فسيرس، انت يا اخوي جلس على ركبه شيطان، شيطان لئيم يعرف من اين تؤكل الكتف. اعتقد والله اعلم انه كذاب يا جماعه، اوكي هو كذاب، بس اعتقد انه لو جاته فرصه يسيطر على مكان ما، يعني لو جزر الاعتاب المكان اللي كان فيه الكراب فيدر، لو انه منطقه تضاريسها مناسبه وفيها مساحه كويسه لانه يسوي لنفسه قصر وعرش ما كان بيقول لا، قال يلا خلينا نروح نشوف ايش بيزبطنا الحين فسيرس. اوكي امزح يا جماعه، بس يعني ممكن
كذا كان جزء من تفكيره. بس للأمانة كانت لحظة جدا جدا جميلة، لحظة احتضان الملك فيسيريس لديمون، حتى انه الناس لما جلست تصفق حوالين الملك فيسيريس والأمير ديمون انا جلست اصفق. يا اخي لحظات لما الشمل دائما جميلة وان كانت لأغراض سياسية يعني، وقلت حياة ولف ودوران، لما الشمل دائما جميل وان كان لمآرب اخرى. عموما يا جماعة ديمون عنده لعبة كبيرة جالس يلعبها في حلقة اليوم من الحلقة الاولى الظاهر كمان. الآدمي جاء عند الملك في الحلقات الماضية، الآدمي جاء عند الملك قال له يا اخويا يا فيسيريس اوتو هاي تاور هذا مش مظبوط، اسمع كلامي. الآدمي هذا قاعد يلف في دور وقاعد يتلاعب فيك، اسمع كلامي. حتى انه قالها له بصريحة العبارة هي از ا كونت، آدمي يحاول يستغلك في اي فرصة تجيه علشان يخدم مصالح. ولكن الملك فيسيريس كان دائما ما يطرده، لا يا بويا اوتو هاي تاور حبيبنا وزميلنا وصديقنا ومستحيل يسوي فينا اي شيء. كانت عيون فيسيريس مغلقة تماما تجاه اي تصرف يسويه اوتو. ديمون قال بس خلاص بكيفك، هي براحتك يا حبيبي، براحتك يا اخوي، انت قادر تشوف خبث ودهاء وقلة الحياة اللي قاعد يسويها اوتو هاي تاور، انا خليك تشوفها بس بطريق. وللاسف يعني كانت الطريقة اللي استخدمها ديمون طريقة غير مريحة للامانة. ونرجع ونكرر يا بشر، احنا في عالم جورج ار مارتن، بنشوف كثير اشياء قاسية وبنشوف اشياء كثيرة غير مريحة. طيب حلو، الفكرة يا جماعة من انه ديمون يخلي الاميرة رينيرا تهرب معاه لخارج القصر ويمشيها في الازقة والطرقات ويوجه ديها البيوت الدعارة، كانت لغرض واضح وصريح، مش علشان ينام معاها او علشان يكسب حبها، بقدر ما انه يبغى الناس تشوفه معاها في مكان ما وفي وضع ما وفي وقت ما. علشان ايش الكلام ذا كله يا وجيه قاعد يسويه ديمون؟ علشان الكلام هذا ينتشر، الجوسب الاشاعات هذه تنتشر في ارجاء المملكة والناس يقولوا شفنا الاميرة رينيرا مع عمها ديمون في بيت دعارة يمارسون الحب الرذيلة. حتى لو تلاحظوا قبل ما يدخلوا بيت الدعارة شال عنها الطاقية اللي مغطية شعرها وكشف شكله بشكل واضح للناس علشان يميزونه ويميزونها، كأنه يقول يا ناس شوفوا الأميرة رينيرا والأمير ديمون في بيت دعارة يسووا أحاح. هيركز معايا علشان نفهم أم الحوسة اللي صايرة هنا، هذه تحرياتي الخاصة طبعا، وأعتقد أنه ممكن بعضكم يتفق معايا وممكن بعضكم له تفسير مختلف لها، بس ركزوا معايا. فاكرين عاهرة ديمون مايسيريا؟ توقع اسمها كذا ينطق. البنت هذه تركت مجال الدعارة وصارت تشتغل إيش في 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 أمور اللسلسة والاستخبارات داخل المدينة أو داخل المناطق اللي يحكمها الملك. عندها ولد لسلوس كذا وظيفته إنه يجيب لها الأخبار اللي تصير في المدينة، أو ممكن يكونوا مجموعة أطفال ثانيين كثير الله أعلم. وظيفة هذا الطفل إيش؟ إنه ينقل الأخبار لها وهي بطريقتها تنقلها لمين؟ لأوتو هاي تاور بفلوس طبعا، ما هي تركت مجال الدعارة، من وين بتجيب فلوس؟ من اللسلسة، من الاستخبارات، من اللف والدوران. كيف صار هذا التحالف بين مايسيريا وبين أوتو هاي تاور؟ أنا مش عارف، هذا اللي أنا شفته وفهمته من حلقة اليوم. وأعتقد والله أعلم إنه ديمون بحكم علاقته مع مايسيريا ممكن يكون له دور في هذا التحالف، ممكن هو اللي قال لها، ممكن، ما أدري، ما هو واضح ذا الشيء في الحلقة، بس أعتقد خلى مايسيريا هي بطريقة ما تكون هي العصفورة تبع أوتو هاي تاور اللي تنقل له الفضائح والأخبار اللي تصير جوا البلد. يا جماعة الولد الصغير شاف رينيرا هي وديمون، وين شافهم؟ في بيت الدعارة في وضع مخل، وما سووا حاجة، بس ايش الفكرة اللي يبغى يوصلها ديمون خلاها تتضح انه كانوا مع بعض في بيت الدعارة، صار شيء كذا، ما صار شيء بس صار شيء يعني، فهمتوا؟ اوتو هاي تاور للاسف وقع في فخ ديمون، لانه هذه هي خطة ديمون من الاساس، اطلع انا ورينيرا يشوفون الناس ينقلوا الخبر هذا لاوتو، اوتو ينقلوا الملك، الملك يدعس على وزي كذا. اوتو هاي تاور انبسط، اوف عندي خبر، هو صح انه خبر يجيب الهم ويمكن الملك يزعل مني، بس لازم، لانه هذا جزء من خطتي، ابعد رينيرا عن العرش الحديدي وعن وراثة العرش الحديدي، واطرد كمان ديمون وابرح الطريق حفيدي ايجون ابن أليسنت ابن ملك فيسيريس. عموما اوتو هاي تاور للاسف اكل تراب على وجهه وانكشفت اوراقه بعد هذه الاخبار السيئه اللي نقلها عن الاميره رينيرا وعن ديمون. تتجسس على بنتي يا قليل الادب، شناوي ايش وراك من مصايب انت؟ حرفيا كذا كانه الملك دوبها فتحت عيونه، اوف عيون الملك فيسيريس فجاه تفتحت بعد هذا الحدث. وبس خلاص هنا نجح مخطط ديمون يا جماعه، وعرفنا قد ايش انه ديمون شيطان لئيم جدا ومش سهل. اوتو هاي تاور لئيم وشيطان، ديمون اكثر لئامه وشيطان اكثر منه برضه. وخلاص كذا حرفيا مخطط ديمون اكتشف لنا، يا ملك فيسيريس يا اخويا بنتك الان سمعتها في الحضيض، وجنية ونغلق أم الليلة هذه. الجزئية الأولى من خطة ديمون اللي هي الإطاحة بأوتو هاي تاور تمت بنجاح، ولكن جزئية تزوجني رينيرا
لم تزبط معنا. بس برضو يا جماعة نرجع ونكرر، الملك فيسيريس عيونه انفتحت، عيونه خلاص صارت كذا تشوف كذا كأنه في إكس راي صار في عيونه، صار يشوف كل شيء حوالينه بشكل أوضح الحين أخيرا وبعد سنوات طويلة على العرش الحديدي. صح صح، حتى إنه الملك فيسيريس بدأ يحلل تصرفات أوتو هايتاور الحالية والقديمة بشكل جدا مفصل. كان في حوار جدا جدا رهيب في نهاية الحلقة اللي بعده، تم إقالة واستبعاد أوتو هايتاور من منصب ساعد الملك. أبو الملك فيسيريس يا جماعة كان اسمه بايلون، وكان هو ساعد الملك جيهيرس ذيك الأيام. وصفه فيسيريس بأنه رجل بكامل صحته وقوته العقلية، وكان راكب عظيم لتنين عظيم وساعد الملك في نفس الوقت، وكمان وريث العرش الحديدي من بعد جيهيرس. ولكن بعد 5 أيام من تنصيب بايلون، كلام هذا في الماضي، بايلون أو أبو فيسيريس وأبو ديمون مات متسمم. وإن صحت الترجمة إن بطن بايلون انفجرت، أو إنه أعضاءه الداخلية في معدته في بطنه انفجرت، بمعنى آخر إنه بايلون مات متسمم بعد ما كان بصحة وعافية وبعد 5 أيام من تنصيبه. كلام فيسيريس هنا يقول آه كيف أنا ما كنت شايف الأشياء هذه زمان، دوبني شفت، دوبني انتبهت، إذا فيه أحد سمم أبويا بايلون هو أنت يا لئيم، لأنه بعد 5 أيام تم تعيينك ساعد الملك، وبعدها بفترة بديت تشتغلني علشان تخليني الملك أو وريث جيهيرس، وبعدها خليتني أتزوج بنتك وخليتها تخلف مني. أوف، انكشفت كل أوراق أوتو هايتاور تماما قدام الملك. بس برضو هنا الكاتب يعيد تذكيرنا قد إيش أوتو هايتاور لئيم من زمان، من زمان هو يخطط يخرب بيته، شيطان. ولكن شكرا ولا شكرا لديمون، لأنه فضح لنا كل مخططات أوتو هايتاور. ويا صباح الخير يا فيسيريس، صباح الفل يا باشا، أخيرا صحصحت، أخيرا نقدر نقول عنك الملك الذي عنده عيون كويسة. عموما على إثر هذا الحقائق والماضي الأسود، وكمان محاولة أوتو هايتاور التعيسة في تشويه صورة رينيرا أو سمعتها، وصل الملك فيسيريس حده وقال له هاي قلع، تم إقالتك، اذلف، امشي، اطلع برا. بس لحظة يا جماعة، يقلع أم قوة المخطط القوي اللي سواه ديمون، ما تبغى تطرده؟ ما تبغى تنتبه لأوتو هايتاور بنفسك يا أخويا؟ أنا خليك تنتبه عليه بطريقتي. أوف أوف أوف، هنالك شيطانان في المدينة، الشيطان الأول أوتو هايتاور والشيطان الثاني ديمون اللي هو شيطان أكثر من أوتو هايتاور. أقسم بالله يا جماعة كتابة هذا الحدث رائعة جدا، وحبكته مخيفة مخيفة يا ساتر. تحية تحية للكاتب. لحظة يا جماعة، على إثر هذا الخبر لا تتوقع أنه أوتو هايتاور بيروح يشرب هناك خمرة ويتكي وينام، لا، أكيد راح نشوف أوتو هايتاور بيحاول يرجع للعبة، بيحاول يرجع ينتقم. الآدمي برضو إيش مش سهل، بيرجع للعبة سواء عن طريق بنته أليسنت زوجة الملك في سيرس، أو عن طريق حفيده إيجون الثاني. أوتو هايتاور صدقوني ما زال عنده حاجة، أصبروا علينا بس، مستحيل يختفي من اللعبة ببساطة، وستبدي لنا الأيام ما نحن جاهلون إن شاء الله. أما بالنسبة لرينيرا وعلاقتها مع حاري الملك كريستون، هي اصلا من زمان معجبة فيه، يعني تطالع له كذا تتبسم له من ايام الحلقات الاولى يوم شافته في المعركة هذيك حق البطولة. فجأة ذيك اليوم سكرانة ومبسوطة ومنتشية وحالة امها في البلاء، فقالت يا خش خش يا ولد، قفل الباب معك، تعال يا شيخ، لا ابوك لا ابو من جابك. فالعلاقة هذيك اللي صارت ترى ما لها اي غرض، يعني لا هي لحب ولا فيها عواطف ولا اي شيء، مجرد كذا سرت هذيك الليلة وعدتها كذا بس علشان البنت شربانة ومنتشية بعد الفضائح اللي شافتها مع عمها ديمون. والدليل على كلامي انه ما بينه وبين كريستون اي شيء يعني سوى هذيك العلاقه، يعني اوكي ممكن يصير بينهم شيء في المستقبل من باب كذا النزوات، يعني ماني عارف، بس الدليل انه ما في اي شيء حقيقي بينهم هي انه قالت لابوها هي اسمع انا غلطانه، وانا 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 الكلام الفاضي ذاك الكثير اللي قالته. برضو قالت له ايش، انا حتزوج لينور اللي هو ابن اللورد كورليس، منها تكون جزء في اصلاح العلاقات المتوتره ما بين اللورد كورليس والملك فيسيريس، ومنها كمان تسد حلق الشعب اللي بدات تنتشر بينهم اخبار شرفها وعفتها مع عمها ديم. اوكي جود جاب. وثلاث حاجات يا جماعه اتضحت لنا برضو جدا مهمه في حلقه اليوم. الملك فيسيريس قاعد يتجه الى الطريقه المنحدره، لحظه لا تفهمني غلط، اقصد الطريقه المنحدره من ناحيه صحته من ناحيه عافيته، شفنا كيف الجروح هذيك بدات انتشر، انا كنت متوقع الاصابع ذي والجرح اللي في ظهره، طلع الادمي مليان جروح، جروح في كل مكان، الادمي حالته في البلاء. ولعل واحده من الرمزيات اللي قراتها ما ادري هي من الروايه ولا واحد قاعد يتفزلق فيها لاني قريتها في تويت، يقولون انه العرش الحديدي اذا جرح احد جالس عليه معناته انه العرش الحديدي يرفضه، معناته انه العرش الحديدي يقول له انت مش كفو تصير ملك، او انت مش الملك الكويس والجدير بالملك. ما يحتاج عرش، ما يحتاج عرش، والله ما يحتاج تجرح لنا الملك فيسيريس، واضحه وصريحه من الحلقه الاولى انه ملك
ضعيف والله حالته حال. عموما يا جماعه على اثر هذه الجروح والاشياء شفنا كيف جالس على الباني ووجعان وحالته حاله، يعني الولد يلاقيها من مين ولا منين؟ يلاقيها من اين ولا منين؟ من بنته، من زوجته اللي ماتت، من الوريث، من اوتو هاي تاور، من اخوه المهبول، من مشاكل السياسيه. الملك فيسيريس في المكان والزمان الغير مناسبين تماما، وفي المنصب الغير مناسب. الادمي مسكين متهجول حالته حاله، فما ادري هل المرض هذا ممكن يزيد ويؤثر على صحته وياخذه الى الى القبر، ولا كيف ممكن يأثر عليه انتشار هذه الجروح في جسده. ثاني حاجة، أليسنت يا جماعة، الأميرة أو الملكة أليسنت تعيسة اللعنة. البنت حرفيا ما عندها أي شخصية، البنت معطوبة، البنت وظيفتها إنها بس تخلف للملك في سيرس أطفال وتشبع رغباته الجنسية في أي وقت هو يبغى. البنت دوبها تنام صحيها، تعال يا بنت. غير إنه أبوها أوتو هايتاور عطبها ولعب في نفسيتها حتى بعد ما صارت ملكة. أنا قلت بعد ما تصير ملكة خلاص البنت بتتمكن، برضو ما زالت مسكينة وضعيفة الله. ولكن أنا عندي أمل كذا بسيط، أمل إنه بعد إحالة أبوها وبعد استبعاده من منصب ساعد الملك ممكن نشوف الملكة أليسنت يعني تتغير ولو بشكل بسيط، على الأقل يعني ممكن تثور تحاول ترجع أبوها على الأقل. ما أدري إيش ممكن تسوي، بس عندي كذا أمل إنه هذا الحدث، حدث استبعاد أبوها من منصب ساعد الملك، ممكن يغير في شخصيتها ولو شيء بسيط، أو ممكن نشوفها زي ما هي برضو مكبوتة وما من أمها فائدة. ثالث حاجة يا جماعة، الشاي. أنتوا نسيتوا الشاي؟ الشاي اللي أرسله الملك في سيرس لرينيرا، ممكن كلكم عارفين، اتوقع واضحه صح، ما يحتاج لها شرح. الشيء هذا ارسله الملك فيسيريس علشان اذا في شيء في بطن الاميره رينيرا يتم اجهاضه. شوف يا بنت، انت رحتي مع ديمون بيت دعاره، انت قلتي لي انك انت ما زويتي حاجه، اوكي انا مصدقك، بس اشربي ذا الشاي احتياط وانت بكيفي. هي حركه وسخه صراحه من الملك فيسيريس، بس برضو يعني الاحتياط واجب. اذا انت والله فعلا ما سويتي شيء مع الامير ديمون، فمعناته انه في بطنك ما في شيء وما راح تشربي الشاي. واذا انت والله شاكه انه في بطنك حاجه، اشربي الشاي وحيندر سريع اللي في بطنك. المشكله مش هنا، المشكله انه رينيرا نامت مع كريستون الحارس حق الملك او الحارس تبعها، فغالبا راح تشرب الشاهي من باب الاحتياط، يعني ممكن تكون حامل منه، مش لشيء بس برضو لانه اكيد انها ما تبغى تحمل. البنت عندها خطه ماشيه مع خطه ابوها، اوكي انا بتزوج لينور ابن اللورد كورلس، فاكيد ما ابغى اروح اقابلهم بعد فتره وانا حامل بالغلط من شخص مجهول، لا اوكي حجهض اللي في بطني، فغالبا راح تشرب الشاهي للاحتياط. يعني في مشهد يا جماعه مره عجبني في بدايه الحلقه، مشهد كذا ورانا انه علاقه الملك في سيرس والأمير ديمون علاقة جدا جدا جميلة، لولا إنه الحكم والسياسة أثرت عليها بشكل كبير. الاثنين ذولي بينهم ماضي وبينهم ذكريات، في النهاية هم أخوان يعني. وختاما يا جماعة، احنا امام عدة احداث مهمة مرتقبة في الحلقات القادمة. 1، اصلاح العلاقات بين الملك فيسيريس واللورد كورليس عن طريق زواج الاميرة رينيرا ولينور. ثاني حاجة، ايش راح تكون ردة فعل اوتو هايتاور بعد ما تم استبعاده من منصب ساعد الملك؟ هذا اكثر شيء انا منتظره. هل اوتو هايتاور بيكون له ردة فعل ولا راح ينطم؟ غالبا بيكون له ردة فعل. ايش هي ردة الفعل هذه؟ 3، ردة فعل أليسنت الضعيفة، ماكينة الخلاف، ماكينة الأطفال، ماكينة المتعة للأسف، إيش راح تكون ردة فعلها تجاه خبر إقالة أبوها من هذا المنصب؟ برضو أنا مرة متحمس أشوف ردة فعلها. 4، والأهم من هذا كله، مين راح يكون ساعد الملك؟ أنا ما أعرف إذا في تسلسل سياسي معين، إذا شالوا واحد يجي واحد مباشرة بعده، ما أعرف شو الطريقة، بس ما أعتقد أنهم أعلنوها لا بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر في الحلقة دي أو في الحلقات الماضية. مين راح يكون ساعد الملك الجديد؟ لا تقولوا لي ديمون خلاص مع السلامة في الرحلة. الملك فيسيريس غسل يده منه المرة الأولى، وكمان الحين غسل يده منه مرة ثانية، فما أعتقد أنه ديمون ممكن يصير هو ساعد الملك بطريقة أو بأخرى. عموما لا نستعجل، ننتظر ونشوف. يعطيكم العافية يا جماعة، إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية الفيديو. لايك لو عجبكم الفيديو، أكثر شيء ممكن تدعموا فيها القناة، واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين، وفعل جرس التنبيهات على طريقكم، تعالوا تابعونا الموقع التواصل الاجتماعي، كلها موجودة في صندوق الوصف. يعطيكم العافية يا جماعة، كان معكم الوجيه، أشوفكم في الفيديو القادم.